السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات سحب جديد من موقع إكسبريس للتعدين والتصفح، هندخل ونشوفه مع بعض. استنوني بعد الفاصل. ورجعنا مع حضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف موقع النهاردة، موقع اكسبريس. ده الموقع بتاعنا النهاردة. هندخل نعمل اثبات سحب رقم 16 من الموقع. هنيجي هنا ونقول تسجيل دخول. هيبتدي يفتح لنا الصفحة ديت. هنكتب الكابتشا بتاعتنا. دي واجهة الموقع زي ما انتم شايفين كده. هنعمل اثبات سحب سريع وبعد كده ناخد جولة في الموقع. هنبتدي ان احنا ناخد الرقم ده نطلعه فوق هنا في رصيد السحب عن طريق التجميع. هنيجي هنا وهنضغط تجميع عشان يبعت لي الرصيد على الحساب السحب الرئيسي. هنضغط هنا عشان نرجع تاني للصفحة الرئيسية بعد ما يكون الحساب اتضاف هنا. تمام كده، انا معايا 128 هناخدهم قوي. طبعا هما ما بيقبلش كسور، احنا هناخد الرقم الاساسي بس. هنيجي تحت هنا وهنقول سحب الاموال. هيبتدي يفتح لنا صفحة تانية فيها كاباتشا. نحل الكاباتشا برضو مع بعض. ندوس ارسال. فتح لي الصفحة ديت اللي بتسيف فيها البايرو. هنا هنكتب المبلغ اللي معانا. دي طبعا كلها سحبات. انا معانا اثبات السحب رقم 16 النهاردة. هنروح على الباير علشان اشوف انا معايا ايه. اخر حاجة انا اللي دافعها 150 روبل. هنعمل ريفريش للصفحة. نعمل كمان مرة ريفريش. نرجع تاني على الحساب بتاعنا وندوس يؤكد ونقول بسم الله. تمام كده، الموقع بيقول ان هو بالفعل دفع. هنرجع تاني هنا على سحب الأموال علشان نشوفها نزلت تحت ولا ايه. ادي نزلت تحت بالفعل اهيت 128، وهنا التاريخ بتاعنا 28/6. نرجع على الموقع تاني باير. هنبتدي نعمل ريفريش. اخر حاجة اهيت 150، وصلت اهيت 126.79. ندخل على اثبات السحب. هنلاقي هنا المعروف بتاعي وهنا 126.79. كده احنا عملنا اثبات السحب من الموقع. نروح على المساحة الشخصية عشان نبتدي ناخد جولة سريعة في الموقع. الموقع ده شغال في التعدين وفي تصفح الاعلانات. كل ميجا هرتز هنا بتساوي 10 روبل. لو حضرتك حابب تعمل إذاعة، والإذاعة هيكون على مسؤوليتك الشخصية زي ما بقول كل مرة. لو حضرتك حابب تعمل إذاعة بتبتدي إن أنت تنزل هنا على تجديد الرصيد. بيبتدي يفتح لك الصفحة ديت زي ما انت شايف كده. بتختار انت بسيف ايه بالظبط، محفظة ايه بالظبط، وبتبتدي انت بتضغط عليها من هنا علشان يحولك على الصفحة اللي هتحول من عليها الفلوس او هتعمل من عليها الايداع. بعد حضرتك ما تعمل الايداع
هيبتدي يقف فوق هنا في رصيف متجدد في المكان ده، مش هينزل في التعديل خالص غير لما تعمل السرعة بتاعتك. هتلاقي المبلغ بتاعك موجود هنا. احنا اتفقنا ان كل ميجا هرتز بعشرة روبل بتنزل تحت هنا وتضغط زيادة السرعة، هيحولك على صفحة تانية فيها عداد، بتكتب الميجا هرتز بتاعتك اللي انت محتاجها هنا، وبتلاقي المبلغ بيتكتب لك فوق. يعني انت لو عندك 100 فوق 100 روبل، بتبتدي ان انت تكتب 10، هتلاقي فوق 100، وبتاخد عليها واحدة ميجا هرتز هدية من الموقع. يعني اللي هيجدد ب100 هياخد ب11، كل تجديد ليك بتاخد ميجا هرتز زيادة على رصيدك، زي ما هو كاتب تحت اهو، 10 ميجا هرتز، التكلفة بتاعتها بتساوي 100 روبل، وبتاخد 1 ميجا دي. هنا 50 ميجا هرتز ب500، وبتاخد 10 جيجا هدية، 10 ميجا هدية اسف. هتبتدي تكتب هنا الميجا هرتز اللي انت عايزها علشان توفق بين المبلغ ده والمبلغ ده. بعد ما توفق بينهم الاتنين زي بعض، بتبتدي تضغط هنا يدفع علشان يبتدي الرصيد اللي هنا يتحول على الميجا هرتز، ويبتدي يكتب لك انت دخلك ايه في 24 ساعة، ودخلك ايه في الساعة، ودخلك ايه في الشهر. ده بالنسبة للتعدين بتاع الموقع. انضم ده رابط الاحالة بتاعك، هنا تبادل احالات لو انت عايز تشتري احالات، وهنا مواد ترويجية، ديت برضو نفس الرابط الاحالة بتاعك لو موقع او مدونة. وهنا ركوب امواج نشوفها لتصفح الاعلانات، بتبتدي تلاقي اعلانات هنا كتير، تبتدي ان انت تعملها علشان تكسب منها المبالغ دي. ده كل حاجة في الموقع. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في صديق سأل سؤال، انا لو معايا رصيد فوق هنا وعايز اعمل استثمار على طول بدل ما اسحب وارجع اعمل ايداع تاني، هو للاسف مش متاحة في الموقع ان انت تعمل استثمار على طول، لازم تسحب وبعد كده تعمل ايداع تاني في الموقع. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ياريت لو عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.